وسهلا وحياكم الله مستمعينا من جديد. اليوم راح نتكلم عن أعراض تصيب كثير من الشباب مثل الكسل، الضعف، الخمول كمان. راح نتعرف على الأسباب وكمان نتعرف على طرق العلاج مع الدكتور محمد آل شيف، استشاري أمراض باطنة وأمراض تخثر الدم والأوعية الدموية، وأستاذ كمان في الطب الباطني المساعد ومهتم بالتثقيف الصحي المجتمعي. صباح الخير. صباح النور والسرور. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور محمد. بداية أنا حابة أسألك موضوع الشعور بالخمول والتعب، كثير نشوفه منتشر في الفترة الأخيرة. بعض الناس ممكن يقولون أنه تغير جو، ممكن بعض الأشخاص يقول أنه هذا نظام حياة صحي، لكن إحنا نبي نعرف منك الأسباب اللي ممكن تأثر على الشعور بالخمول والتعب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير جميع مستمعي إذاعة الرياض، وحب أشكركم على الاستضافة، سعيد جدا، وإن شاء الله راح يعني نغطي الموضوع نثري من جميع جوانبه. أكيد. يعني يتبادر إلى الذهن التعب والخمول، إنها كلمة بسيطة لكن هو ذات مدلول عميق. يعني هو من الأعراض، تخيل، من الأعراض الشائعة جدا، يعني وهو يعني عرض غير محدد لمرض معين، يعني سمحنا لنا سبيسيفيك، هو أسباب ولا أسباب عديدة، وقد يأتي يعني بالمفرد فقط تعب وخمول، وقد يأتي بالتزامن مع مجموعة أعراض أخرى، مثلا دوخة، خفقان، ضيق في النفس، تساقط الشعر، تقصف الأظافر، يعني يأتي إما يعني بحد ذاته أو مع يعني حزمة من الأعراض الأخرى. طبعا مهم جدا أن احنا أول شيء قبل ما يعني نتطرق للأسباب نعرف وش التعب. هو بالإنجليزي اللي هو فتيق، طبعا هو تعريف لتعريف علمي، والصعوبة في المبادرة في بدء أي نشاط، يعني عند إحساس شخصي بالضعف فما يبدأ أي نشاط جديد، أو أنه يبدأ نشاط بس ما عنده المقدرة في الاستمرار في أي نشاط، فيعني يتعب بسرعة، قلت إيزي فتيق قبل فيه، هذا التعريف ثاني، أو أنه يكون معه صعوبة في التركيز الذهني، أيضا في الذاكرة، صعوبات في الذاكرة، أو وعدم الاستقرار العاطفي، يعني في الانفعالات، مرة يعني منفعل، مرة يكون اكتئاب، وأيضا يكون نسميه هذا اللي هو الإجهاد أو الإجهاد الذهني، mental fatigue أو التعب الذهني. هل التعب الذهني ونفس التعب الجسدي دكتور محمد ولا يختلفون؟ يأتي مع الحزمة، يعني الإرهاق المتني الذهني يأتي مع هذه الأشياء، لأن عدم القدرة في بدء أي نشاط أو الاستمرار فيه يرافق صعوبات في الذاكرة والتركيز اللي نسميه احنا، والانفعالات نسميه اللي هو الارهاق الذهني، كلها يعني معظم المرضى او المراجعين يجوا العيادات يذكر لك مجموعه الاشياء هذه مع بعض. مهم جدا يعني عشان احنا نميزه عن اللي هو مثلا واحد يقول لك انا عندي نعاس او نوم زائد او يعني حاجه للنوم ملحه يعني لا يسيطر عليه، هذا يختلف عن اللي هو التعب والخمول، ايضا يختلف عن ضعف العضلات، بعض الناس يقول لك عندي ضعف العضلات، ايضا هذا مختلف عن الموضوع. يعني مهم جدا ان احنا هو طبعا في من حاد نسميه اكيوت فتيق، يعني يكون اقل من شهر، وفي منا نسميه دون الحاد يعني اكثر من شهر لاقل 6 شهور، والمزمن اكثر من 6 اشهر. يعني المرض يعني العرض هذا منتشر، تخيلي 21 الى 33 من المراجعين للعيادات الرعايه الصحيه الاوليه يكون الشكوى الرئيسيه تعب وخمول، وهذا فعلا نشوفه في العيادات. طبعا يقدر 7 مليون زياره سنويا، منتشر المرض. طبعا نقول لما نقول احنا الحاد الاسباب عشان نطرق الاسباب، الحاد لما يكون اقل من 4 اسابيع عاده هذا يعزى الى مرض حاد، لما يكون مثلا شخص يصاب بانفلونزا او كوفيد 19 او كورونا يكون مع تعب وخمول، لكن يكون مع اعراض اخرى مثلا حراره، اعراض تنفسيه، وهذا يعني ايضا بعد نشوف اللي هو التعب الحاد يكون اجهاد في العمل نسميه اوفر وورك، أو يسموه الاحتراق الوظيفي، هذا الاحتراق الوظيفي لو بيرن أوت سندروم، هذا الآن الحاد اللي هو تقريبا من شهر لحد 6 شهور صح؟ أيوة اللي هو هذا الحاد يعني أقل من شهر يعني أقل من شهر اللي هو نقول إحنا الاحتراق الوظيفي، أيوة. العمل تحت ضغط نفسي وساعات طويلة دون انقطاع دون إجازات، هذا أيضا يؤدي إلى تعب، خمول، إرهاق ذهني، يعني إحباط، عدم يعني الإنتاجية، يعني أقل إنتاجية، هذا يعني ما نحتاج نعمل فحوصات ولا أي شيء، لكن هذا الثاني اللي احنا نقول دون الحاد يعني أكثر من شهر إلى أقل من 6 شهور دون الحاد، والمزمن أكثر من 6 شهور، هذا اللي نحتاج نعمل له تقييم لو طبي من تاريخ مرضي وفحص اللي هو سريري
وعمل الفحوصات الطبيه اللازمه. طب احنا تكلمنا عن اسباب النوعين للحاد ودون الحاد، لكن المزمن ايش اسبابه؟ ولا هي نفس الاسباب لكنها تفاقمت؟ تختلف الاسباب، ايوه تختلف. هذا الان اللي يجونا معظم المراجعين العيادات يكون عنده الاعراض اكثر من 4 اسابيع، شهرين، 3 شهور، يكون 6 شهور. هذه يكون الاعراض هذه طبعا الان تتغير، نقول ما يعزى الى مرض حاد يعني زي انفلونزا او كوفيد، لا نقول يعزى الى 4 اسباب رئيسيه. اول الامراض المزمنه، الان نبدا احنا نقول ناخذ تاريخ مرضي مفصل اكثر، فحص سريري، تحاليل. الامراض المزمنه 4 يعني له قوائم، وراح نفصلها بامراض مزمنه او يكون اضطرابات نفسيه او يكون مضاعفات جانبيه لادويه او يكون الادمان يعني كحول والمخدرات. طبعا نقول الامراض المزمنه اللي قد يعني هي تاتي بتعب وخمول مع اعراض اخرى، مثلا امراض القلب يعني ضعف العضله القلبيه او الرئتين، مثلا امتداد الشعب الهوائيه او اضطرابات النوم بانقطاع النفس اثناء النوم، كسل الغده الدرقيه، هذا من اهم الاسباب، كسل الغده الدرقيه ونشاطها ايضا. الكسل الغده الدرقيه اكثر يؤدي الى تعب وخمول. السكري ايضا، امراض الكبد، اضطرابات الكلى، الغدة الكظرية أيضا هذه مهمة. أيضا من الأسباب الشائعة اللي هو فقر الدم، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خاصة لدى السيدات، النساء أكثر من الرجال، يكون يعني يكون مرافق ليس فقط تعب وخمول، يكون معها دوخة، يكون معها خفقان، يعني مع أبسط مجهود يكون هناك ضيق في النفس، فأيضا تساقط في الشعر وتقصف في الأظافر، إضافة لل يعني أعراض أخرى قد يعني تدل ان هناك مثلا غزاره في الدوره، او يكون كبار السن يكون عنده ياخذ ادويه مسيله تسبب نزيف الجهاز الهضمي، هذه من الاسباب. هم ايضا اضطراب املاح الدم، عشان كذا في التحاليل السريريه، التحاليل الشامله، الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، الفيتامينات، فيتامين د، فيتامين بي 12، هذه ايضا مهمه. ايضا قد تكون دلاله على امراض مزمنه كالدرن والتهابات فيروسيه او روماتيزميه، خاصه مثلا اللي هو من الامراض لو فايبروميالجيكا، هذه يكون معها الام في العضلات وتعب وخمول. هذه القائمه الاوليه، عشان كده احنا لما نجي العياده لا ناخذ الامور بسهاله، انه يجب عمل فحوصات شامله وفحص سريري مفصل. ايضا من الاسباب الرئيسيه اللي اشوفها الان هي الان يعني اكثر من الامراض المزمنه الاضطرابات النفسيه، الاكتئاب، القلق، التوتر، توهم المرض، واضطراب الهلع. هذا الان يعني ما نقدر احنا نقول المريض ان هذه الاعراض التعب والخمول والارهاق الذهني والذاكره سبب نقول سبب نفسي بدون ما نعمل التحاليل السريريه. لازم نعمل التحاليل، نعمل الفحص السرير، اخذ المرض مفصل، بعد نعمل التحاليل. كل التحاليل تكون طبيعيه، عاده نطمئن المريض ان هذا السبب هو يعود الى يعني سبب نفسي، فهناك علاج سلوكي يعني غير دوائي، هناك علاج دوائي. جميل. احنا قبل ما اسالك عن العلاج دكتور محمد، انا بسالك عن الحاجات اللي احنا نسويها بحياتنا اليوميه، موضوع جميل. النوم، موضوع السهر، موضوع الغذاء، شرب المويه، الرياضه كمان، هل هذه تاثر في موضوع الخمول من ناحيه زيادته او خفته او لا؟ جميل، سؤال جدا. احنا نقول النمط المعيشي الصحي، لايف ستايل، هذا الان جدا مهم. عدم النوم يعني الكافي يعني تتفاوت من 6 الى 8 ساعات يوميا، فبالتالي اليوم التالي بيكون الشخص يعني غير يعني نقول ان ريفرشت، يعني يحس نفسه غير يعني فريش او نشيط، يشعر بالتعب والخمول، هذا مهم. ايضا عدم ممارسه الرياضه، سبحان الله ما واحد يمارس الرياضه بشكل منتظم ينتظم عند النوم لديه، ويعني في اليوم التالي يكون يستيقظ نشيط ويكون انتاجيته وفعاليته اكثر. ايضا الخمول البدني وزياده الوزن يؤدي الى يعني التعب والخمول. تخيل لما يكون واحد عنده زيادة 30 كيلو يحس كأنه يحمل في جيبه 30 كيلو كده إضافية، هي تؤدي إلى التثاقل والتعب والخمول. أيضا تناول الخضروات والفواكه، يعني الغذاء الصحي المتوازن، من الغذاء الصحي المتوازن من خضروات وفواكه ويعني بقوليات وحبوب ومكسرات، كل هذه تحتوي على فيتامينات. الفيتامينات هذه مهمة للشعور بالطاقة والحيوية، سواء كان فيتامين دال هذه من الأشياء المهمة أو فيتامين بي 12. أيضا اللي هو تناول السوائل بشكل كافي، الخلايا لكي تعمل بشكل يعني سليم تحتاج إلى كمية كافية من السوائل، خاصة عادة تختلف من واحد يمارس مثلا نشاط بدني رياضي أو غير لا يمارس وقت الحار الباب، لكن تتراوح من 3.5 لتر يوميا الرجال، النساء 2.5 لتر يوميا. فالنمط المعيش الصحي مهم جدا، يعني لا نغفل عنه، يعني دائما